بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع نصيحة الجمعة تحت عنوان وفر عليك عشرات السنين بتقرير ما تريد وإلى أين تريد أن تصل قبل أن تبدأ المسير. وفر على نفسك العشرات ديال السنين إمتى؟ حيت غادي تكون عارف اش بغيتي والى اشنو بغيتي توصل من الخطوات الاولى ديالك. ما تبقاش غير غادي هكاك حتى تدوز واحد عشرات السنين وتصيب راسك ضيعتي الوقت. عباد الله، هي الامتحانات الدراسيه انتهت في الاغلب ديال المؤسسات التعليميه، وهي النتائج النهائيه التعلنات وبان شكون اللي ناجح وشكون اللي ما ناجحش، وهو واحد الحشد من التلاميذ والتلميذات اللي حصلوا على المعدلات المرتفعه تيتسابقوا المدارس العليا والاقسام التحضيريه باش غادي يديروا اختبارات الدخول ديال هاد المؤسسات هادي ويكونوا مقبولين فيها. ولهؤلاء نقول باي نيه تتبداو الخطوه ديالكم والسير ديالكم في هذا الطريق هذا؟ واش نتوما داخلين لهاد المؤسسات هادي، هاد المدارس العليا، هاد الاقسام التحضيريه بمحض ارادتكم، ولا ان والديكم هو اللي دافعينكم، ولا شي وحدين من الاقارب ديالكم؟ بمعنى واش نتوما داخلين حرين ولا مرغمين؟ ثم وشنو هو الغرض ديال الاختيار ديالكم ديال هاد التخصصات دون سواها؟ واش باش تكسبوا الفلوس؟ باش تكون عندكم دور فاخره؟ باش تكون عندكم سيارات فاخره؟ والغرض طلب الدنيا والكسب المال، وتكون عندكم واحد المناصب اجتماعيه وسط الناس مرموقه، ولا انكم تدخلوا لهاد المدارس هادي، لهاد المدارس اللي تطلب منكم معدلات مرتفعه وانتم بذلتوا واحد المجهودات باش تخدموا البشريه وتحققوا الصالح العام؟ اش من نيه؟ عباد الله، الكثير من الشباب محتاجين بزاف وهما غادي يبداو الطريق ديالهم الاولانيه، شكون اللي غادي يصح لهم النيات ديالهم؟ لان الغرض ديالهم مورا هذا العمل هذا هو كسب المال. قال لك انا بغيت تكون عندي واحد المرتبه مرموقه وواحد المنصب مزيان، وباش غادي نعيش مزيان ونوكل ولادي مزيان ونتبرع مزيان. صافي هادشي اللي كاين، هادشي هذا غادي نكونوا في الدرجه الثانيه بعد البهايم، لان البهايم واكله شاربه نعسام تناسله. لا، حنايا خلقنا لمهمه اسمى من هذا. لهذا الكثير من الشباب في امس الحاجه اللي يصح لهم النيات ديالهم، لان الغرض ديالهم مورا العمل ديالهم هو كسب المال وطلب الدنيا. ولهؤلاء نقول، والاباء ديالهم تنقولوا اللي تيحفزوهم على هاد التخصصات، راه اغلب هاد التخصصات هادي ما دارتش لاجل الاستثمار المالي، وانما دارت في الحقيقه المقصود منها هو الخدمه ديال الصالح العام والانقاذ البشريه بما في ذلك الطب والهندسه وغيرها. وإلا توظفت هاد التخصصات هادي لاجل الكسب المادي وطلب الدنيا، انا بغيت نكون طبيب، لاش؟ باش تكون عندي فيلا وتكون عندي سياره ونكون مساري مع راسي في العطل وكذا كذا، بمعنى على حساب الرواح ديال عباد الله. انا بغيت نكون مهندس باش ندير كذا على حساب الرواح ديال العماره اللي غادي تبني وكذا كذا ودير ليها البراند ديالها. فإلا مشى هاد التخصصات هذه مشينا دخلنا لهم لاجل الاستثمار المالي والكسب ديال الدنيا والطلب ديالها، راه الناقوس ديال الخطر غادي يدق وغادي تكون اذان بالهلاك ديال الحرث والنسل وانتشار الفساد في البلاد وبين العباد. وان الكسب المادي الحلال يمكن نحققوه بلا ما نحتاجوا لهذه التخصصات هذه اللي غادي نبقاو نتاجروا بها في الارواح ديال البشر. وان هؤلاء الاشخاص الى ما صحوش، هاد الشباب هذا، الشابات ديالنا بالنسبه لوالديهم كذلك، الى ما صحوش النيات ديالهم راه ما غاديش يصيبوا الراحه في داكشي اللي اختاروه، وغادي يكون بذلك خطأوا الطريق على حساب الراحة ديالهم والراحة ديال الأسر ديالهم والمصالح ديال البلد ديالهم. لهذا ينبغي تصحيح الانطلاقة من الأول باش نوفروا عشرات السنين على نفوسنا بالتقرير اش بغينا وفين حنايا بغينا نوصلوا قبل ما نبداو الخطوة الأولانية في الطريق ديالنا.
فالطب والهندسة وما شابههما ماشي الاستثمار المالي، وإنما الخدمة الصالح العام. وبهذه النية هذه غادي يوجد كل واحد في راسه في هاد التخصصات واحد الراحة ديال الضمير، واحد السعادة في العيش، فقليل يغنيهم ويوجدوا فيه الراحة ديالهم خير من كثير يطغيهم ويتحرموا بسببه السعادة الحقيقية. والدنيا إنما جعلت الخدمة ديالنا حنايا، ماشي باش غادي نخدموها ونوليو عابد لها، ولا تنشوف في كلينيكات وتنصيب أطباء بالنسبة للكابينيات ديالهم تنصيبهم ليك خدام 27. واش هادشي الخدمة البشرية؟ لو كان كانت الخدمة البشرية راه تنصيب يعطي لكل واحد حقه، لا هذا دخل هذا خرج هذا خلص هذا دير كذا كذا كذا، وتنصيبوا ليك الغداء ما تيتغدى حتى الستة ديال العشيه ولا شي حاجه، النعاس حتى لواحد الوقت، في الصباح خصو يجي باش غادي يدير عمليه جراحيه. لمن هاد الفلوس؟ لمن هاد الدنيا؟ فراه هاد الشيء هاد الدنيا دارها سيد ربي باش تخدمناها هي، ماشي باش غادي نخدموها هي. روى البخاري في الصحيح وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تاعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه ان اعطي رضي وان منع سخط، تاعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. تصيبوا لك تصيب اللذه ديالو في الفلوس يتستفو، وتصيب لك اللذه ديالو في الدنيا تتراكم عليه. ايوا البشر اللي ما عطيتهم لا وقت لا جلستي معاهم لا شتي اش بغاو، وليداتك راسك انت براسك هملتيه. فلهذا شحال من هذوك اللي جمعوا الثروات الماليه من غير حلها اشقاو بهذيك الثروات الماليه وشقات الاسر ديالهم بهذيك الثروات الماليه، لانه ما صحوش النيه ديالهم وما راعاوش الله سبحانه وتعالى في الكسب ديالهم. وصدق الله عليهم في كلامه في سوره التوبه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لنا في هذه القصة هذه، لأن القصة تبقى راسخة في الدماغ ديالنا باش نشوفوا واش غادي نخدموا الدنيا ولا تخدمنا الدنيا، نشوفوا أشنو بغينا وأشنو بغينا نوصلوا ليه باش ما نضيعوش الوقت. لنا في هذه القصة دروس وعبار غادي نهزوها من هذه القصة. يحكى أن واحد الصياد بسيط كان تيعيش النهار ديالو بكل نهار، كل نهار بنهارو، وكان تيمشي كل يوم باش غادي يصيد حتى الوقت ديال الظهيرة حتى الظهر، وبعد ذلك تيرجع داك الشيء اللي صيد للسوق تيبيعو. وفي يوم من الأيام تلاقى معاه واحد سائح أجنبي تيعتقد بأنه راه فاهم وعنده خبرة في الدنيا وكل شيء، و تعجب هذاك السائح وأعجب بهذاك الشيء اللي عند الصياد من أنواع جيدة من هذاك الأسماك، وبدا تيدي معاه ويجيب في الهضرة وسولو على العمل ديالو والطبيعة ديال الحياة ديالو وكيفاش يقضي الوقت ديالو. شرح ليه الصياد داك الشيء اللي تيدير به يوميا بكل بساطة، من الصيد حتى لبيع داك الشيء اللي صيد، وبعد ذلك تيشري الحاجيات ديالو الاحتياجات ديالو ديال الأسرة. فقال ليه الأجنبي مستغربا: أتعني أنك تتعمل يوميا فقط من الصباح حتى الظهر؟ جاوبوا هذاك الصياد: اياه انا تنخدم من الصباح حتى الظهر. قال لي هذاك الاجنبي السائح: وكيفاش تقضي من الظهر الفوق الظهر اللي هيها حتى الليل حتى تتنعس؟ جابوا الصياد: تنقضي مع الزوجه ديالي ومع وليداتي وتنستلقي في بعض الوقت تنستراح، اضافه الى انني تنجلس مع بعض الاصدقاء ديالي تنديو نجيبو في الهضره وتنغنيو شي شويه الاغاني باش نروحو على راسنا. قال لي الاجنبي هو تيسخر به كانه خبري في الامور ديال الدنيا وديال الكسب ديالها: لو كان كنتي في البلاد ديالنا غادي تستمر الوقت ديالك بشكل افضل، غادي يرجع عليك بواحد المردود مالي اكبر. ادرك الصياد اش بغى يقول داك الاجنبي؟ اش بغى يقول؟ معناه غادي تجمع بزاف ديال الفلوس، هادشي اللي المسائل ديال الكم ماشي الكيف. دراك اش بغا يقول لي داك الاجنبي؟ وقال: ارا نمشي معاه في الهضره ديالو نشوفو فين غادي نلحقو. سولو
وكيفاش زعما غادي يكون عندي افضل من هذا الشيء هذا لو كان كانت عندكم في بلادكم؟ قال لي الاجنبي غادي تستطع اولا باش تضاعف الساعات ديال العمل، ما تبقاش من الصباح حتى للظهر وتوقف، وبالتالي غادي تضاعف الدخل ديالك، غادي يولي مرتفع، ومن ثم غادي تقوم بتوفير كاع المبالغ الزائده اللي حصلتي عليها باش تشري بعد عام بعد عام او عامين على الاكثر واحد المركب اللي غادي تبقى تركب فيه بدل ما تضرب تماره في هادشي ديال الصيد. وهكذا حتى تولي عندك واحد الاسطول، مجموعه ديال المراكيب كلها ديالك انت وليس مركب واحد فقط. قال لي الصياد، وحتى باش غادي نمتلك هذا الاسطول هذا كامل من المراكيب وماشي غير مركب، شحال غادي يطلب مني ديال الوقت باش غادي نحقق هذه الاماني ديالي؟ جاوبوا هذاك الاجنبي السائح حسب الخبرة ديالي، وسيفتخر يسحب واش راه دار مزية، الأمر سيحتاج ما يقرب من 20 عام. قال لي الصياد، إيوا من بعد ذلك، هذا درت دابا أسطول فيه بزاف ديال المراكب وكل شيء، من بعد ذلك شنو غادي يطرى؟ جاوب هذاك الأجنبي قال لي، إيوا ديك الساعة تستطيع باش تجلس وتستراح وتقعد وتستمتع بالوقت ديالك مع الأسرة ديالك مع الوليدات ديالك، تجلس مع أصحابك، وديك الساعة تروح على راسك بما تريد من الأنواع ديال الأغاني. وضحك عليه ذاك الصياد، ضحك واحد الضحكة، ودرك الأجنبي الحقيقة ديال هذاك السبب ديال الضحك. بمعنى هاد 20 عام اللي غادي نبقى ضرب تمارة وسهر الليل والنهار وكل شيء باش غادي نحقق هادشي، انا حققه دابا دابا دابا، مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق، انا حققه دابا ومستراح البال ديالي وكل شيء. فعندها غادي يكون من الافضل، هنا تيبان لنا المسألة انه كل واحد هنا ناخذ درس من الحياة نستخلصوها، أنه قبل ما يبدأ كل واحد منكم المشوار ديالو والرحلة ديالو يتأكد أنه ما غادي يوصل للمكان اللي هو فيه الآن. عندك تكون بحال هذاك الحمار ديال الراحة، تيدور تيدور تيرجع للبلاصة اللي كان فيها في الأول، فغادي نبقاو نضربو تمارة 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 بحال هذا 20 عام، عاد غادي يلحق لذاك الشيء اللي هو دابا راه عايشه دابا. فعندها سيكون من الأفضل باش يوفر على النفس ديالو العناء والتعب ديال الرحلة ويبقى هو راضي. يقرروا اشنو بغيتو ايها الاباء، ايتها الامهات، ايها الشباب، ايتها الشواب اللي هي تنقولوا حنايا الشابات، والى اين تريدون ان تصلوا قبل ما تبداوا المسير، فذاك يوفر عليكم عشرات السنين. وشوفوا شحال تنضيعوا الوقت، وصافي شحال هذاك الشيء جماع 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 جماع، وحيت تنجمعوا باش غادي نقلبوا على الراحه، تتمشي الراحه مع داك الجرا، وتنولي وحنايا ولفنا داك الجرا ولفنا داك الشيء هذاك على حسابنا. فلهذا قليل يغنيك خير من كثير يطغيك. دخلتي للطب، دخلتي للهندسه، ما تدخلش الاستثمار المالي باش تجمع وتولي ما تهمك حتى شي حاجه، المهم هو تجمع. سميتو انه وانه لحب الخير لشديد، وتولي تجمع المال لبدا لبدا على حساب الصحه ديالك وعلى حساب الزوجه ديالك وعلى حساب الابناء ديالك وعلى حساب الشعب والامه اللي ما تتعطيهمش حقهم ومستحقهم. فاللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى غايتنا، واجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واسلك بنا يا ربي مسالك الصديقين والشهداء والصالحين، سلك بنا احسن السبل التي نسعد بها دنيا واخرى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله.